شبكة المعالي الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا من جديد في سلسلة دروس دورة خبراء الآيفون في أسبوعها الرابع. اليوم بإذن الله سنقوم بشرح آخر خيار من برنامج الآيتونز ومن عملية التزامن بين برنامج الآيتونز وأجهزة أبل الآيفون والآيبود تاتش والآيباد، وهو خيار بوكس، خيار الكتب. سنقوم أولا بشرح كيفية الحصول على برنامج آيبوكس الخاص بالكتب، ثم سنقوم بشرح طريقة نقل الكتب إلى برنامج الآيتونز وثم نقلها إلى الآيفون. أيضا سننهي بإذن الله سلسلة الشروحات المتعلقة ببرنامج الآيتونز بشرح مختص ببرنامج يقوم بتحويل الصيغة من PDF أو أي صيغة أخرى للكتب إلى الصيغة المتوافقة مع برنامج الآيتونز وأجهزة أبل. أولا نحتاج إلى الحصول على برنامج آيبوكس للقيام بقراءة هذه الكتب. بإمكاننا الذهاب إلى آيتونز ستور من برنامج الآيتونز أو الذهاب إلى آب ستور من الآيفون. إذا ذهبنا إلى آيتونز ستور، خيار آيتونز ستور وهو متجر الآيتونز، نبحث عن كتاب أو عن تطبيق آيبوكس. بالنسبة للآيفون سنجده هنا والآيبود تاتش أيضا، وبالنسبة للآيباد سنجد تحت قائمة الآيباد. نضغط على فري وسيقوم بتحميل البرنامج. إذا قمنا بتثبيت البرنامج مسبقا ستظهر هذه النافذة، نضغط على أوكي وسيبدأ بتحميل البرنامج. كما نلاحظ هنا يبدأ بتحميل البرنامج. بعد الانتهاء من تحميل البرنامج نقوم بعملية التزامن مع البرامج، وهذا تم شرحها في مقطع أو في درس سابق. الآن بعد أن حصلنا على البرنامج الخاص بالكتب نقوم بنقل الكتب. نلاحظ هنا كما ذكرنا سابقا في خيار النغمات أنه لا يوجد خيار بوكس، وهذا يعني أننا لم نقم مسبقا بنقل الكتب. الآن بعد أن نقوم بنقل الكتب سيظهر لدينا خيار بوكس. لاحظنا الآن ظهور خيار بوكس. إذا ضغطنا على خيار بوكس ستظهر لنا الكتب التي قمنا بنقلها قبل قليل، وهي فقط كتابين. بإمكاننا تكبير المعاينة أو تصغيرها. بعد أن قمنا بنقل الكتب نضغط على اسم الجهاز. أيضا سنلاحظ هنا ظهور خيار جديد وهو خيار بوكس. نضغط على بوكس، نفعل خيار التزامن. كما ذكرنا في الخيارات السابقة لدينا خيارين، إما جميع الكتب الموجودة في خيار بوكس في المكتبة، أو نختار كتب محددة. نختار كتب محددة. بعد أن نقوم باختيار الكتب لدينا هنا خيارين. الخيار الأول أو ثلاثة خيارات عفوا. الخيار الأول الكتب، كما ذكرنا أن الآيتونز يقبل صيغة أخرى كما تلاحظون في التكست، لكن بإمكاننا هنا خيار الكتب وكتب البي دي اف أو ملفات البي دي اف أو الكتب فقط. إذا اخترنا الكتب فقط ستذهب خيارات أو ستذهب الكتب التي بصيغة بي دي اف كما هي هنا، وبإمكاننا أيضا اختيار بي دي اف فقط ستظهر كتب البي دي اف. هنا فقط الترتيب بالعنوان أو بالكاتب، يعني لا فرق بينهما. بعد اختيار المناسب نضغط على أبلاي وسيتم نقل الكتب إلى برنامج أو عفوا إلى الأجهزة سواء آيفون أو آيبود تاتش أو آيباد. نلاحظ هنا أولا يقوم بتحديث إذا كان البرنامج لدينا مسبقا ووجد له تحديث، فسيتم تحديث البرنامج برنامج آيبوكس. بعدها سيقوم بنقل الكتب إلى الجهاز، هذا الكتاب الأول وهذا الكتاب الثاني. الآن انتهينا من نقل الكتب. في بعض الأحيان تواجهنا مشكلة في نقل الكتب، يعني إذا قمنا بنقل حتى لو كان الملف بعض الأحيان PDF لكن لا يقبل الآيتونز، يعني لا تظهر لدينا كوبي، وإذا ظهرت لا تنتقل إلى الآيفون. هذا بإذن الله سنقوم بشرحه في الدرس القادم وهو الدرس الأخير في الشهر الأول من هذه الدورة،
وهو برنامج خاص بنقل أو بتحويل الصيغة من PDF أو أي صيغة أخرى إلى صيغة متوافقة مع برنامج الآيتونز ومع أجهزة أبل. نلتقي بإذن الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.